السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مجددا. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. نستكمل إن شاء الله اليوم في دورة صيانة اللابتوب، وبنحكي اليوم عن الاكسترنال اند انترنال لابتوب بارتس، الأجزاء الخارجية والداخلية لأجهزة اللي هو اللابتوب. رصدت لكم بعض الأجزاء، أو في مجمل الأجزاء يعني اللي من الممكن إنه إحنا نعينها، بداية عن البلاستيك كفر، البلاستيك اللي بيحمي كل اللي هو جهاز اللابتوب وبيحيط كل الكومبوننت الخاصة فيه، الديسبلاي يونت، الشاشة، الكيبورد، الماوس، الجاك، والكونكتورز اللي ممكن ألاقيها، واليو اس بي بورت، الفي جي اي 15 بن من ضمن الكونكتور او الاتش دي ام اي، الاوديو جاك، المايك والسبيكر، الايثرنت، وفي اجهزة خاصة بالفاكس مودم، الباور جاك، من الاجزاء ايضا البطارية، الباور ادابتر، الدي في دي، الباور بوتون، الليدز، الويب كيم، وبعض السلوتس اللي من الممكن انه يكون يعني لها انواع واشكال. هاي جهاز عندنا يعني بنعاين في هذه البورتس اللي تكلمنا عنها، زي ما احنا شايفين البلاستيك كفر بالكامل اللي بيحوى وبيحمل كل الهاردوير كومبوننت الموجودة في داخل اللي هو اللابتوب، الديسبلاي يونت، الشاشة نفسها زي ما احنا شايفين، الكيبورد، الباد الخاصة بالماوس، الجاكس والكونكتور زي مثلا الباور جاك هذا، الفاكس مودم، اليو اس بي بورتس، الار جي 45، جاكس الخاص بالاوديو اللي هو هاي الصاين عليه اللي هو المايك والسبيكر، الديسبلاي كونكتور زي اللي هو ال 15 بن كونكتور الفي جي اي، وفي منه طبعا اللي هو الاتش دي ام اي زي ما احنا شايفين، في اللي هي البتري البطاريه وهي مكانها، في اللي هو الدي في دي، في الباور بوتون زي ما احنا شايفين اللي هو مفتاح التشغيل او كبسه التشغيل، في عندنا اللي هو الليدز الموجوده اللي بتعطيني ساينز او اشارات اللود اللي حيكون موجود، في الويب كيم، هذا هي الويب كيم اللي هنا، وفي اللي هي السلوت اللي في منها انواع واشكال نتكلم عنها ان شاء الله يعني في وقتها، وهي طبعا اللي هو الباور ادابتر، الباور ادابتر اللي هو مهيئ الجهد او الفولتيج السورس اللي بده يعمل تشارجنج للباتري ويشغل اللي هو الجهاز. هذه هي الاكسترنال بارتس الخاصة في اللابتوب بشكل سريع وبشكل عام، الانترنال بارت اللي بتحوي كل هذه الكومبوننت وكونكتد عليها وعلى رأسها اللي هي المذر بورد الداخلية. فموجود في اللابتوب داخليا حنجد مذر بورد، حتلاقي بروسيسور، تشيبس، رام، روم، بايوس، حنلاقي درايفرز وستوريج ديفايس، حنلاقي كاردز، ويعني شغلات كثيرة تعاين داخليا بعد فك اللي هو الجهاز. زي ما احنا شايفين هذه الرامات، هي الرام من ضمن الكومبوننت اللي احنا بنعتبرها داخلية. انا موجود اللي هو الاستوريج ديفايس اللي هو الهارد ديسك، الهارد ديسك هذا اللي هو الاستوريج ديفايس،
طيب بدنا نفك الآن اللي هي الكيبورد. وبحاول ما يشدهاش الواحد بقوة لأنه في الشيلد الخاص فيها، هي بده اللي هو فك. بنتبه دائما للسكتات الموجودة، وغالبا راح تلاقي اللي هو بعد سكت او الشيلد الخاص بالكيبورد السكت او الشيلد الخاص باللي هو الباد بتاعت الماوس، ومن الممكن ان يكون في عنده شغلات خاصة بالسبيكر او بالباور بوتون. طبعا هذا اكيد قطعا موجود هنا. هيك تمام. طيب زي ما احنا شايفين في عندي داخليا الهاردوير كومبوننت الموجودة هان، بداية من اللي هو الدي في دي زي ما احنا شايفين، في عند الفان، في عند المذر بورد، في عند الكوردز الموجودة، يعني ممكن انه احنا نفكفك بعض الشغلات ونتعرف عليها بشكل ان شاء الله يعني سريع، يعني مقدمة عن الهاردوير كومبوننت الموجود هنا. طيب السوكت الخاص باللي هو الديسبلاي يونت زي ما احنا شايفين. طيب زي ما احنا شايفين الآن هاي المذر بورد فكناها، ويمكن أنا حكيت في كورس اللي هو صيانة البي سي العادي إنه المذر بورد اتس هولد اول هاردوير كومبوننت، كل قطع الهاردوير كومبوننت بتعمل كونكت عليها. في عنا المعالج ومروحة المعالج، وعنا مجموعة التشيبس اللي هي الرقائق الإلكترونية سواء كانت ون تشيب أو تو تشيب. في عنا اللي هو البورتس والكونكتور كله كونكتد على المذر بورد. عنا اللي هو الاي او ديفايسز والاوديو اي سيز والنتورك اي سي والكاردز الموجودة كلها كونكتد على اللي هو المذر بورد الخاصة باللابتوب. يعني هذا اللي عنا في محاضرة اليوم، المطلوب على انه احنا نعرف ونفرق بين الاكسترنال بارتس لللابتوب والانترنال بارتس لللابتوب. شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.